يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الخطباء يوم الجمعة يقول أثناء الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الخطبة: اللهم اعرض عليه صلاتنا في هذه الساعة، فهل هذا الدعاء جائز؟ لا، هذا ما ورد، هذا من التزيد، هذا من التزيد الذي ما أنزل الله به من سلطان. نعم.